متتبعي قناتي التربوية، أعزائي تلاميذ سنة ثالثة ثانوي إعدادي مادة علوم الحياة والأرض، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة حول الخصائص الممرضة وأسلحة الجراثيم. تحميل الموارد الرقمية الواردة في هذه الحلقة زوروا الروابط التي سأنشرها أسفل هذا الفيديو. إن الجراثيم الممرضة تؤثر على الجسم بعدة طرق، من بينها التكاثر السريع. كما يبين هذا المورد الرقمي، فإن عدد البكتيريات يتضاعف إلى عدة ملايين في وسط زرع غير متجدد، وعند نفاذ مواد القيت تنخفض عدد البكتيريات لأنها تتحول إلى أبواق، وهذه العملية تسمى التبوء. كذلك عندما تتسرب الجراثيم داخل جسم الإنسان حيث تتوفر الظروف الملائمة، وسط مقيت وحرارة معتدلة، فإنها تتكاثر وتنتشر وتغزو جميع الأنسجة. إن عصيات الكزاز توجد في التربة أو على الأدوات المعدنية الصادئة على شكل أبواق، وهي جراثيم لا هوائية، أي لا تحيا في الأوساط التي تحتوي على ثنائي الأكسجين. عندما يصاب الإنسان بجرح بواسطة أداة معدنية ملوثة بأبواق هذه الجراثيم، تتسرب هذه الأخيرة داخل الجسم. تكاثر عصيات الكزاز في الجزء العميق من الجرح ولا تنتشر في الدم، لأن الدم يحتوي على ثنائي الأكسجين. فكيف تؤثر من بعيد من موقعها في الجرح على الجهاز العصبي والجهاز العضلي؟ بعد تحليل هذا المورد الرقمي، تبين أن عصيات الكزاز تؤثر على الجسم بواسطة إفراز مادة سامة تدعى السمين الكزازي الذي ينتشر في الدم. ينقل السمين الكزازي بواسطة الدم إلى الجهاز العصبي والجهاز العضلي، فيؤدي إلى تقلص وتصلب العضلات والموت اختناقا. بعض الجراثيم تؤثر على الجسم وتمرض بواسطة إفراز السمين، مثل عصيات الكزاز وعصيات الدفتيريا. بعض الجراثيم تؤثر وتمرض بواسطة وجود غلاف أو غشاء إضافي يحميها يسمى العليبة، مثل المكورات الثنائية الرئوية التي توجد في الطبيعة على شكلين مختلفين، شكل يحتوي على عليبة وهي جراثيم ممرضة تسبب مرض التهاب رئوي، وشكل لا يتوفر عليبة هي غير ممرضة. بين هذا المورد الرقمي أن المكورات الثنائية الرئوية تؤثر وتمرض بواسطة عليبتها. إن الحمات هي جراثيم طفيلية إلزامية، أي أنها لا تتكاثر إلا داخل خلايا حية. تتسرب الحمى داخل الخلية ثم تتكاثر داخلها وتحطمها، وتحرر هذه الأخيرة العديد من الحمات التي تهاجم خلايا أخرى. إن بعض الجراثيم مثل حمى الزكام لا يجدي معها التلقيح، لأن شكلها يتغير من سنة لأخرى، إنه التطور السريع. من خلال هذه الأنشطة يتبين أن الجراثيم تؤثر على الجسم بواسطة عدة طرق، من بينها التكاثر السريع وإفراز السمين ووجود العليبة وتحطيم الخلايا والتكاثر السريع. أمام هذه الخاصيات الممرضة، سنرى في الأسبوع المقبل كيف يتصدى الجهاز المناعي للجراثيم. أشكركم على مساهمتكم في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.